السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خضر حسن، فايز جمعاوي، جمعية مهنية أرباب وسائق العربة مجرى بالخيول، مدينة مراكش. احنا كنمثلوا هذه الشريحة اللي هي الكوتشي، اللي هو أثر سياحي وتراثي. والكوتشي الحمد لله راه عنده التاريخ ديالو، غير هو جا وكيتطور الحمد لله. كوتشي قديم أيام زمان ماشي عاد، ولكن جا وكيتطور حتى وصل لهذه المرتبة. ولكن احنا اللي كنعاني هذا المرض اللي هو هذا الكوفيد اللي كاين دابا امونس، هذا حنا كنعتمدوا على السياحه الداخليه ولا الخارجيه. ملي ما كاين السياحه القضيه وقفات نهائيا، وقفات، وما عندنا لاش نتكاو، ما كاين لا ضمان اجتماعي لا تغطيه صحيه لا والو. الناس غير منهم العظم، هذا الشيء اللي تنقولوا حنا بالدارجه. ولكن الحمد لله تنطلبوا الله تعالى وفضل الله وجلاله الملك الله ينصره، مره تيكون شي مفاجات يعني تيساعدوا الناس اللي عندهم التغطيه الصحيه الاقل، تيكرمونا بك البركه اللي جاب الله على الاقل. والحمد لله كيكونوا بعد المساعده من جمعيه رفق بالحيوانات للخيل، تيعطيهم شويه ديال العلف. لا ما كاين حتى واحد، ما كاين في الضمان الاجتماعي، غير التغطيه الصحيه ماشي الضمان الاجتماعي. ما الضمان الاجتماعي ما كاينش، كنا جرينا في هذاك الشيء، ولكن للاسف ما تسير واجي يدوز من هنا رجع من هنا، تسخسخونا ومشينا في حالتنا. وتا الناس تا المهنه راه ماشي شي مهنه اللي هي راه غير السميه وصايي، كان تسمى هي طالب معاش ومول كلشي، يعني ما كاين ماشي هي ما كاش ما كاين لا تقنين ولا الله يهديك، يدوز من هنا رجع من هنا، ما كاين لا تقنين. التقنين هي كون تقنات هي تقنن، ولكن يعترفوا بمول الكوتشي ويديروا الضمان الاجتماعي ديالو ويديروا القوانين ديالو اللي هي جاري بها الاعمال، وما يكونش العود هكا جالس في الشمس ومكرفس هكا. شنو العود خصو يكون مدرك في الظل، ويكون المواد يكون مساعدات من الدوله تساعدنا الدوله. هذه هما الاكراهات ديالكم. ايه ما كاينها، شوف غير لا ستاسيون كيدير، لا ستاسيون كاع كله مكرفس، نهار به يسيبوا هاد لا ستاسيون، قلنا لهم ما ديروش هاد الخدمه هذه، حنا عندنا تجربه في هاد الشيء، هاد ديروا وهاد ديروا، تشاوروا معنا وداروا داك الشيء اللي بغاو هما. واش درنا هاد الصروبه بحال القبر، واش هذاك الصرب شوف كيدير، هذاك الصرب عبد الله شحال من سائح تيطيح فيه الا كانت الشتاء، وشحال الخيل تيطيح، وقال لك شحال الكوتشي مهرسين، وشحال الخيل مساكن تهرسوا هنايا في هاد الفير بلا اللي داروا، غير الفير بلا صحيحه. راه العود هو، العود راه ملي تيوقف هو تيضرب الدبان تيقرص فيه، الدبان تيقرص فيه ما تيزكاش العود. العود في اي بلاصه حاجه واحده، كون دار الخدمه اللي قلنا لهم هو الزفت، وتكون ديك لابانت وتيكون صرب هنا وصرب هنا، وتكون شويه مسافي النقطه اللي طاحت كتزيد. اذا الا ما كانش هذا الشيء كون ما تعاونوش معنا الناس، راه القضيه عندنا حنا مادام ما عندك شي حاجه مساعده اللي بتساعدك، لا ضمان شي مال لا والو، راه بلا راه واقف، راه ما كاينش، راه كاين الله. ولكن الحمد لله كلشي انه كيبقى فين منظمين، كيزيد الاول كيتبعوا هادو التداريب. هذا يشوف اي حاجه كتدربها الحيوان كيلاش ما دربته تيمشي، الا البشر قليل ماشي كلشي. العود دابا يقود هذا الاول يتبعوا الثاني، شتي كان العود غادي والاخر ما كاينش مولاه ومشى في شي كورسه يتبعوا هذا، كيبقى غادي معاه، تابعوا يبقى غادي معاه، وقف يزيد. العود راه شريف سبحان الله، العود مثلا العود ما تنهضروا، واي حيوان تتربيه صافي. العود انا كنت كنمشي للاسطبل ديالي كنبين نشوف الخيل، كنكون سد غير تيشمني وتيبدا يحنحن هاني هنايا، زعما راه جيت ترى لي شخص، تعطيه الماكله تعطيه كذا كل شيء تيعرفوه، تلعب معاه تحك ليه يبدا يدير شي حركات سبحان الله. العود سبحان الله ما شاء الله، العود الشريف وذكر الله في القران، والعود ديال 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 الحرب وديال، ولكن ماشي مشكل الحمد لله. هنا دوك هذه وسيله تنقرها الناس الحمد لله. وتنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.